رزو، اهلا وسهلا فيك مجددا ضمن برنامج ان ستايل. ثانك يو، اهلا فيك. نحن كثير مبسوطين ان انت ضيفتنا اليوم، وانا بالاكثر عن جد شرفتونا. ثانك يو كثير. نحن سابقا حكينا معك عن يور كونسبت روليدي، خبرتينا عن اهم الموضه واهم ترندات عموما. نحن اليوم زرناك كرمال نتعرف اكثر عن يور نيو كونسبت باي إيفا. خبرينا شوي عنا اكثر وعن كيف ولدت الفكره. هلا هن ما خصهم ببعض على فكره، يعني مزبوط نحن حكينا قبل عن روليدي، اتس ان اونلاين ستور، ات كفرز كل شيء بالفاشن. بس هلا كونسبت الجديده واي باي ايفا هي خاصه بالرنتل. ورنتل شو؟ كل شيء بساتين سهره او ايفنتس، يعني لكل المناسبات. يعني الفرايتي اذا بدك واسعه كثير، لانه ات كفرز كل شيء معقول الصبي تعوزه بمناسبه، من الجندر ريفيل، ابسط اوكيجن اذا بدك، فوتوشوت، لا أكبر عرس معقول تحضره. بس الهدف من الكونسبت نسبة للظروف، وهلأ أكيد بعدين رح نحكي عنها، إنه الصبية تحصل على أحلى كولكشن بس بأسعار خيالية قد ما حلوة. يعني أسعارنا تنافسية إذا بدك، وأفوردبل بطريقة يعني عم تخلي الزبونات يتفاجأوا إنه شو هالفساتين، شو هالأسعار، إنه معقول هيك. فمن هون طلعت هيدي الفكرة، إنه نصير عن جد نلبي احتياجات الصبية أو الست تتقدر تروح على مناسباتها بس بلا ما تدفع كتير مصاري، أو يكون الدهرة أو السهرة عبء عليها، أو تكون مكلفة يعني. Exactly. لأنه عن جد صارت عبء، يعني financially صارت عبء. موضوع الغلا والظروف عم بشكل عبء. الصبية صارت عم بتحس إنه حيلا إيفنت هي معزوم عليها، يمكن عم تتردد to attend، أو حتى بتعيد حساباتها، عم بتصير عبء، بطلت شيء فرح بالنسبة لإلنا. يعني كنا ننطر نحن كصبايا المناسبات تنظبط حالنا، نجيخ نلبس فستان تنروح نتصور. هلأ بتلاقينا كلنا إنه يي عنا ثلاث أعراس، صار الموضوع كأنه عن جد حملة ثقيلة علينا، لأنه مكلف. هاي الحقيقة يعني. طيب رولا، لأي مدى بتكتسب بهيدي الخطوة أهمية بظل الظروف الصعبة اللي عم يقطع فيها اللبنانيين اليوم؟ يعني exactly هيدا هلأ كنا بلشنا نحكي فيه، لأنه الظروف هيك صارت، نحن اضطرينا أنه نطلع بكونسبت هيك. ليه؟ إنه بالنهاية نحن معروفين بحبنا للحياة، يعني بالشرق الأوسط نحن معروفين أنه منحب نعيش، منحب الحياة، وبتلبق لنا عن جد. وفي نحن منا مثل الأجانب شوي فورمال مع بعض، نحن عالم كتير سوشيبل، سو كتير عنا اختلاطات، كتير عنا مناسبات. يعني نحن منمشي بتلاقينا عملنا إيفنت، يعني يلا حفلة أوبنينج أي شيء، عطول عنا إيفنت. طب بس صار الواحد يتردد انه يعمل هيدي الايفنتس، او حتى تو اتند، من وراء انه عن جد بده يصير بده بادجت، صار بده بادجت. يعني صار متوخزين بهالجمله انه الشاب جرافات غيرها مش حاله، بس انه الصبيه ما بين ميك اب، ما بين شعر، ما بين الساك، ما بين الفستان، اتس يعني هيدا مع الشهر هلا بالظروف اللي نحن عايشين فيها بلبنان. فكانت الفكره انه انا برجع بقول لك، يعني انا بالنهايه مش انه عملتها فور فان، مش هيدا هو التعبير يلي بدي اقوله، اكيد هيدي بزنس بالنهايه، واكيد فيها ربح مادي. بس التركيز الاساسي كان انه يكون الربح المادي كثير قليل نسبه للفكره اللي نحن عم نوصلها. يعني هيدا لما بيقولوا كونسبت ستور، في كثير عالم they don't understand شو الفكره من وراها. واي باي ايفا هو عن جد كونسبت ستور، لانه الهدف من وراه انه الصبيه تجخ وتلبس بس بلا ما تدفع كتير مصاري، أو تحس حالها أنه هي مركبة تقل على حالها. حبيت إيه عن جد. يعني تعقيباً لحديثك، نحن كنا عم نحكي عن الوضع الاقتصادي، قطعت كورونا وصار في ظروف كتير صعبة بالبلد. صح. في كتير أشخاص صار عندهم مثل ذوق معين، ذوق معين بتشكيلات مثلاً المناسبة اللي بدهم يروح عليها، صار إنه خلص إنه قعدتنا بالبيت صارت أكتر. صح. صارت القصص الفورمال أكتر، ما بقى إنه عم يتجهوا نحو إنه لا نحن بدنا نروح نجيب، نحن ما نروح نشتري. مزبوط. بتحس هذا الشيء بعده هلأ مستمر من بعد ما خلصت الجائحة؟ ليكي honestly يعني رح أقولك بكل صراحة، نحن بنعرف من حالنا، يعني أنا حدا بشتغل بالموضة، وأنا حدا تقريباً on daily basis بزبط حالي. أول إيفنت حضرتها من بعد كوفيد صراحة ما عرفت امشي بالكعب، يعني انه حسيت حالي انه شو صار. ومثل ما هي هي على الكل، يعني بتلاقي اخر فترة نحن كل تيابنا هن سيرفيتمون بيجاما، انه اشياء مريحة كمفي. ليه؟ لانه بطل عنا مناسبات تو اتند. يعني حتى سوري كثير عالم نصحوا زاد وزنهم من وراء قعدة البيت،
بالعكس انا بالنسبه لي واي باي ايفا هي بتخدم هيدي الغايه. ليه؟ لانه انت ساعتها ما بتقلي فستان يبقى عندك بالخزانه، يعني انا بتحمل هيدا العبء، الفساتين عندي، انت مش ضروري تتحملي عبء انك تشتري فستان، انا اي كفر كل السايزات، كل الستايلز وكل الالوان يلي انت بدك اياها، وانت بتجي بتختاري، سو انت ما بتضطري انك تشتري، وبالعكس عندي فرايتي، يعني حتى الكولكشن عندي للصبيه يلي ما بدها تلبس شيء كثير اوفر لانه تعودت من ورا كوفيد على الاشياء شوي كاجوال موجود. وعندي للي بتحب لا بعد ستايلش وبدها الفستان البرنسس، عندنا من كل شيء. يعني سو بالنسبه لإلي موضوع كوفيد اكيد زاد نسبه انه العالم يطلعوا من كونسبت انه انا ليش بدي، ما حدا بيعرف، يعني كوفيد خلينا نفكر انه شو ناطرنا بكره، معقول ما بقى نعرف كل يوم في شغله، طب ليه بدي اروح احط مصاري مبلغ كثير كبير على فستان وانا ما عارفه شو فيه بكره؟ ذاتس واي مزبوط اي اجري، تاخذي احلى فستان باحلى سعر وانت ما تتحمل العبء، انا بتحمل العبء، انت زبطي حالك واستفيدي. حبيت. طب خلينا نتجه شوي حول ابرز معالم موضه ربيع صيف 2023 للهوت كوتور عندكم. ليكي رح احكي بهيدا الموضوع، بس انا على طول بس انسال بهيدا السكشن اذا بدك شو اللي دارج، بحب على طول بالتايتل الكبير اللون انه مش بالضروره كل شيء دارج يعني نلبسه، ومش بالضروره كل شيء دارج يلبق لنا، يعني في عندك كيسز معينه بدك تاخدي الصبية بعين الاعتبار، يعني في عندك صبية بتبقى بلس سايز، طب أنا بدي أخذ هيدا الشيء بعين الاعتبار، أنا هدفي ساعدها تحس حالها مرتاحة مع جسمها مبسوطة بالقطعة اللي هي لبستها بطريقة تلبق لإلها. طيب عندك حدا كتير ضعيف بيبقى، طيب كمان ما بدها كمان قطعة تغطيها، يعني ما تعود هي مبينة بقلبها، سو مش بالضرورة كل شيء دارج نحن نلبسه أو يكون بيلبق لنا. هلا بالنسبه للدارج يعني نحن اكيد الالوان الباستيل كثير واضحه السنه عم نشوفها بكل الكولكشن. كان بدي اسالك عن الالوان يلي اكثر شيء حتكون بارزه هالسنه. ايه يعني الوان الباستيل كثير موجوده، وبنفس الوقت دارج النيون بتلاقي كثير نازل الكتريك الكولرز النيون والفليو كثير دارجه. سو من هيك انا بقول لهم هيدا السؤال كثير جنرال بالنسبه لإلي، انا ما بحب جاوب على شو اللي دارج، بقدر هي اللي حدا بيقدر يفوت على الانترنت بيطلع لك شو الالوان الدارجه. انا هيدا السؤال عن جد كحدا بيشتغل بهذا الدومين بقول لهم This is not the question I like to answer. قولي لي شو بيلبق لي، ساعتها انا بساعدك. امبارح اجت لعندها صبيه عرس خيا حتى براسها فستان شايفته بالدعايه اللي عملناها بدها اياه، قلت لها انا بالنسبه لي كثير حلو انه انا منقيته وهذا اغلى بالنسبه لي، قلت لها بس انت اخت العريس يعني انت رح تكوني واقفه من الصبح لعشيه، يعني انت رح ما رح تكوني ضايفه قاعده تتستتي، انت بدك توجبي العالم، انت بدك تستقبليهم، قادره انت من الساعه 8 للساعه 12 يعني 8 الصبح لانه بدها توعي جل مسوي لعندهم ميك اب شعر، قادره تضلك فيه كل هالنهار وهو تقيل هيك؟ سو غيرت، مش لانه انا هدفي اني اغير لها، بالعكس انا بالنسبه لهيداك هيداك اغلى، بس انا هدفي فسر لها انه واتس ذا نيد هلا بالنسبه لها. سو حجم الصبيه بيلعب دوره، الاوكيجن اللي عندها اياها، جسمها قد ايه قريب الاوكيجن منها، يعني انا بتجي لعند الصبيه حبت فستان كثير، طيب اوكي شو المناسبة؟ بنت عم خي جوزي. بصير انا انه اوكي انه اخذ فستان انه ترند ثلاث امتار، انه انا هون شغلتي تو ادفايزر، بس انه اكيد القرار النهائي هو لإلها. سو شو دارج؟ كثير اشياء دارجة، باستيل دارج، النيون كولرز، الالكتريك، الفيو، كله دارج. طيب بس انا هل يا ترى هي في لبسهم لام عريس؟ كبيرة بالعمر؟ طب هل يا ترى دارج الاكس على الظهر؟ طب اذا صبية محجبة بقول لها هيدا دارج؟ بدك تاخدي، انا عندي زبونات من كل شيء، عندي بلس سايز، عندي كبار بالعمر، عندي صبايا صغار بروم، شو بجيب الا دارج البايات خدي؟ طب وهي عمرها 17 سنه، وي هاف ايفري ثينج ولا كل الازواج يعني انت يو ادفايز ذيم خلص اكزاكتلي انا علي امن فرايتي وكولكشن كبيره تغطي كل الاعمار والقياسات والاوكيجنز واذا بدك السوشيال ستيتس تبع كل واحد وهو ينقي بالنهايه، بنصحه بس القرار للصبية بالاخر. حتى الميك اب بيفرق على الفستان، يعني مثلا تنصحيهم اوقات بهالاساس. وانا كثير بحب عن جد يعني زبوناتي انا وياهم عندي علاقه كثير سبيشل. يعني لويال كاستمر فينا نقول. كثير وكثير بحب انه انا زبوناتي ان كان بيرولادي او باي واي ايفا بيبعتوا لي مسجز وبيسالوني انه هاي رولا سوري انه ما قصدنا شيء بس انه
اي حلقه بتحسي لازم احط مع هيدا الدرس؟ شو بتحسي ميك اب؟ يعني معودين علي وعن جد بيعملوا مثل ما بقول لهم، يعني انا عدد بنات اوقات بحطوا اوردر ما بيكونوا شايفين الايتم بيقولوا خلص على ذوقك انت لبقي لنا، بصير اقول لهم انه عن جد انه بكبر القلب، بس هو مسؤوليه كمان يعني علي، انه بس شيء كثير حلو وانا كثير بحب، يعني حتى اوقات بيكونوا جايبين ايتمز مش من عندي على فكره، بس هالقد بيوثقوا بذوقي انه رولا هيدا الدرس سوري بس مش من عندك، ما كنت بعد انت فاتحه واي باي ايفا، شو بلبس له باجري؟ انه اكيد اتس ماي جوب انه هاوس بناتي بالنهايه وذي تراست مي انه تو ستايل ذير ايتمز، اكيد ام غانا هيلب ذيم، يعني اقل شيء. هو كان سؤالي انا سوري كان سؤالي انا انه كيف بتساعديهم ليور لويال كاستمر، يعني انه بتنقية التشكيلة الجديدة عندك باي واي باي ايفا، يعني كيف بتساعديهم؟ هلا القطع يعني كيف بتكون القطع؟ يعني انا بصير بعرف ستيلهم عن جد، يعني انا بس روح لنقي بضاعة بتنعرض علي كثير ايتمز، فبقول لهم دغري هيلا، بصيروا يطلعوا فيها ليلى، بقول لهم لانه زبوناتي ما بحبوا هيك، صرت اعرفهم، يعني نحن قلنا من 2015 بهيدا الكونسبت اذا بدي، هلا واي باي ايفا بلشنا فيها، بس انا صرت اوريدي اعرف ستيل زبوناتي، وانا عندي بيرسونال ريليشن شيب مع زبوناتي، يعني اي ميك شور انه انا اخذ اوردرز منهم كمان، سلم عليهم، اعمل فولو اب معهم كيف لقوا الايتم، كيف لقوا الكولكشن، حبوا ما حبوا، في هيدي الكونكشن اذا بدك او الكونتاكت بيني وبينهم، ومثلا بيقولوا لي لا رولا مثلا هيدي الكولكشن يو كان دو بيتر، او مثلا يعني امبارح وصل لي مسج من زبونه انه مولعتيها السنه بهالبساطين وهيك، سو بهمنا الفيدباك تبعهم، في هيدا اذا بدك الباك اند فورث بيناتنا تعرف شو هن شو بدهم، يعني حتى في عدد زبونات رولا انه انا عندي مناسبه انت ما بتجيبي لهيك اوكيجنز، بس انا ما حابه اخذ من عند غيرك واي تراست يو، فيك تجيبي لي بعمل لها سبيشال ريكويست، اكيد ما بقطع زبونتي تركت السوق واجت تاخذ من عندي بلا سوري ما قادره اني لبيكي، اي اولويز جو ذا اكسترا مايل لزبونات وهن بيعرفوا هيدا الشيء، وحتى يعني نحن بلشنا برولادي اونلاين كونسبت من ورا واي باي ايفا، صار الزبونات عندهم الاوبورتونيتي انهم يجوا لعندنا على المحل ويقيسوا، سو هيك صار عندنا علاقه عن جد بيرسونال اكثر معهم، سو انا كل زبونه بخصص لها وقت بفهم هي شو بدها شو الاوكيجن اللي بدها اياها، وصرت اعرف لهم، يعني انا ما بقى اسال زبونه، في عندي كثير زبونات ما بقى لها يا سايز بدي، بقول لا هذا ما رح يزبط انا رح ابعث لك سايزي، وبيوصل وبيزبط، قال بس ما انا لارج، بقول انا بعرف شو بدك من هيدي الكولكشن، ما انا اللي نقيتها وانا بعرف قصتها، وعن جد بيطلع معي حق وهن دي تراست مي. اوكي رولا خلينا ننتقل للسوشيال ميديا، قد ايه السوشيال ميديا اساسي ومهمه بشغلك؟ اونستلي اتس ايفري ثينج، لانه نحن هيك بلشنا، يعني اوكي هلا صرنا بيرسونال ولايف ولايك فيزيكال ستور، هلا على طول كان عندنا فيزيكال ستور بس انه وي وير اوبريتنج بيهايند داسكس اذا بدك، يعني كنا برا ورا الكاميرا مثل ما بيقولوا، بس نحن كيف وصلنا للعالم؟ يعني كيف وصلنا لكل بيت؟ يعني انا هلا اوقات بكون ظاهره بيجوا لعندي مش انت رولاتي؟ مش انت اللي هلا عندك فساتين؟ مش انت تبع انستا؟ بصير اضحك انه ايه من ورا السوشيال ميديا نحن قدرنا نوصل للبيوت، بعدين السوشيال ميديا هي اللي خلتني انا كارولا او كهلا كونسبت الواي باي ايفا اني اوصل للمراه الكبيره بالعمر والصبيه، المراه اللي عايشه بالمتن، المراه اللي عايشه بعكار، المراه اللي عايشه بالجنوب، يعني انا لو انا عندي بس ستور فيزيكال ستور وفاتحه بمنطقه معينه زبوناتي رح يكونوا من هيدي المنطقه او حوالي، بس انا ما كنت رح اقدر اوصل لزبوناتي البعاد، انا هلا زبوناتي مين؟ لتري كل لبنان اي عمر لتري كل الاعمار، عندي ستات بال 65 وعندي صبايا ب 13 سنه بياخذوا من عندي فانك جينز جاكيتس، سو ونفس الشيء بالنسبه لواي باي ايفا، جبنا فساتين للكل وقررنا نعمل لهم فيزيكال ستور تيجوا، يعني بس كيف وصلنا الفكره؟ من ورا السوشيال ميديا، هاو دو ذي نو اباوت اس؟ من ورا السوشيال ميديا، واوريدي نحن الحمد لله يعني واي باي ايفا هو صح كونسبت جديد او محل جديد، بس لانه عندنا خلفيه بالموضه ولانه السوشيال ميديا فوتتنا اوريدي على كل بيت مهدت لنا الطريق، اوريدي قدر بوقت كثير قصير يعني بظرف كم يوم وير بيكينج، يعني ليه؟ من ورا السوشيال ميديا، من ورا اور هيستوري بالسوشيال ميديا. اي بلاتفورم اكثر شيء بتركزي عليها؟ ليكي اونستلي اول ما بلشنا كان فيسبوك ات واز بومينج، بس هلا الكل بيعرف انه وورلد وايد فيسبوك كثير عم بيتراجع. اكثر شيء انستغرام، هلا انستغرام هو هلا بعرف انه تيك توك كثير محبوب، بس انا بعدنا مش كثير اصحاب انا وياه، يعني
بحسه انه بده حدا كولر اكثر مني يعني. بس انه عم تراين عم جرب، وهلا شوي حتى اذا بدك تارجت انه ركز اكثر على تيك توك، بس اكيد اي وود سي انستغرام ديفينتلي. في عندك مودلز يعني بتصوريهم؟ عندنا كل شيء يعني ويدو فوتوشوت، بنجيب مودلز بنجيب كل شيء. بس برجع بقول السوشيال ميديا خلق لي بيرسونال ريليشن شيب مع زبوناتي، they trust me. ما عم بقول ما بحبوا المودلز والصور على المودلز، انا بالنهايه ما في اسوي كل شيء، بس انا هو الفيديو يلي بطلع بقول لهم فيه عن الفستان، عن هيدا المناسبه بدك تلبسيه على هيدا المناسبه، هيدا بيلبق معك لهيك، هيدا بيلبق لزبونه بلس سايز، هيدا بيلبق لحدا بتيت مثلا منا كثير طويله، هيدا هو يلي زبونتي بيتكلوا عليه. بعمل لهم فوتوشوت وبجيب لهم مودلز وبنلبس كل الفساتين، بس وات ماترز لزبوناتي از انه رولا تفتح الكاميرا وتقول لهم هاو تو ستايل ذيس دريس، اي متى يلبسوه ولاي حدا بيلبق يعني. وهذا الشيء عن جد برجع بقول لك اي لاف ذيم قد ايه تراست مي بهذا الموضوع. حبيت. طيب تطمح يكون عندك ويب سايت خاص فيك؟ نحن وي دو هاف بروليدي ان الله راد بالواي باي ايفا. اكيد ليش لا يعني، ما تنسي بعد ناشين بلشين يعني ستيل، ما بدي اقول سوفت اوبننج لانه اوريدي بلشنا يعني وير ان بزنس الحمد لله، بس انه ايه ليلى اكيد. طيب بروليدي وواي باي ايفا شو غيروا برولا؟ شو جددوا برولا؟ بتعرفي يمكن هيدا هي اول مره بطول تجاوب على السؤال، لانه اول مره بنسال هذا السؤال بكل الانترفيوز اللي عملتها. اوكي كثير اشياء. اول شيء صرت اتحمل مسؤوليه اكثر عن جد يعني، صرت اعرف قيمه الشغل اكثر. تعبت يعني تعبت لوصلت التو كونسبتس لهون. ومثل ما بقول لك كيف الواحد عنده بيبي يعني they are my babies يعني، انا بشتغل لوقت كثير متاخر يعني، انا قبل 3 4 ما بنام، انا نهاري ببلش كثير بكير، وانا بشتغل مع زبوناتي يعني، انا ماني حدا بعطي تاسكس وفل انه اوكي بليز عندي تيم يعملوا لي هيك، انا بدي اكون معهم على الارض، انا بدي نقل بضاعه، انا بدي سعرها، انا بدي صورها، انا بدي نقل دريسز، انا بدي اتاكد انه كله تمام، هن نضاف. اي لايك تو دو ذات. سو ايه تحملت مسؤوليه وتعبت. ثاني شيء خليني اكون بالي شوي اطول يعني، انا بالعاده ما كنت حدا كثير بالي طويل، بس بتعرفي الاحتكاك مع العالم والزبونات بالنهايه في كاستمر سيرفيس بدك انت مضطره انه يكون بالك طويل، فاي صار عندي كثير طول بال، خاصه انا بشتغل مع نسوان يعني صح. مضطره انه يكون بالي كثير طويل. اذر ذان ذات يعني ايم ستيل مي، كل عمري بحب الموضه، كل عمري حدا كثير هايبر وتوكتف اذا بدك يعني، بس بلش احكي عن التيم ما بقدر انا اوقف بعد مثل ما انا يعني اتس باشن اي دو. انا بقول لهم Why by Eva? أو إن كان حتى رولادي these are not my jobs. This is me. يعني this أنا عم بشتغل بشي بحبه. هاي أنا. يعني أنا حياتي لتيب. This is منا شغلتي. يعني أنا مش إنه مهندس رايح على شغله. صح. منا دكتورة رايح على أوبيتال. أنا this is my life. يعني this is what I do. هاي أنا. يعني كيف شايفتين هاي أنا in real life يعني. رولا شو رأيك بالأشخاص يلي صار عندهم هاجس بصناعة الموضة خاصة بلبنان؟ ليكي اتس ا بزنس افتر اول اكيد بفهم، بس وانا اكيد انه في تضارب مصالح بتصير هي بالنهايه، لانه التأجير الفساتين هي منا شيء بيخدم التجار بهذا الموضوع، لانه اذا انت بتعملي ريسيرش تبعك بتشوفي انه قد ايه في هدر بالتياب سنويا او بالقماش، يعني الكمية it's enough إنها تشيل بلد فقير من الدول العالم الثالث من فقره يعني هالقد في، خاصة البراندز الكبيرة يلي ما بتقبل إنه تسعر بالرخيص إذا بدك، فبالتالي بفضلوا إنه يتلفوا الأغراض اللي عندهم إياهم تما يقولوا they are on sale أو إنه هن بازار. فهيدا على سعيد يعني إذا البراندات وهيك، فحتى بلبنان المنافسة وحتى الكونسبت يعني، نحن أول ما طلعنا بفكرة الرنتل وعملنا أول دعاية بتحسي بلشت النقزة من التجار ومن العالم اللي بيشتغلوا exactly. صار في competitors كتير يعني، لأنه مش من مصلحتهم يلي عنده قماش يلي بده يخيط تيبيع، هيدا تصريفه غير تبع الأجار، فأكيد مش من مصلحته، بس بالنهاية يعني مثل ما بيقولوا كل واحد رزقته عند ربنا يعني والكل بده يشتغل يعني، الكرياتيفيتي للكل، كل واحد بشطارته، الدنيا كبيرة والعالم واسع ولبنان مختلف الأذواق يعني، فأي ثينك إنه في everyone has a place، كل واحد عنده محل لينجح فيه يعني،
سو ايه الكومبيتيشن كبيره والتجار اكيد مش رح يكون هذا الشيء عم بيخدمهم يعني. هلا يمكن فيهم بيرولايدي بس ما فيهم بواي باي ايفا، بس انه ماشي الحال. شو بدنا نعمل؟ بدنا نرضي الكل. رولا رزوق، كيف علاقتك مع الاونلاين ماركتينج؟ اونستلي بتكل كثير عليها يعني. تعلمت يعني صرت مثل ما بيقولوا برو اذا بدك فيها يعني ستيب باي ستيب، انه هي بالنهايه خاصه بالسوشيال ميديا او بالبلاتفورمز الاونلاين يلي نحن مستخدمها لنقدر تو بروموت اور بيجز او اور برودكتس او اور نيو كونسبتس لنوصل للبيت الصبيه او للاذواق المختلفه. سو نحن بنتكل عليها اكيد يعني، هي طريقه للتسويق يعني. الدنيا اختلفت قبل، بتذكر كان البابا يفتح الجريده وكان في الفهرس وكان في الدليل الاصفر. الدنيا اختلفت هلا، اذا ما عندك اونلاين ماركتينج ما بتقدر توصل لمحل يعني. حتى المحلات اللي منن اونلاين دي يوز اونلاين ماركتينج يعني. الدعايات وين كلها يعني؟ سوري ما بتلاقي حدا ما عنده تليفون بايده. الولد الصغير اللي عمره 3 4 سنين عنده موبايل. سو كل الدعايات ان كان جوجل ادز، لينكد ان، الفيسبوك، حتى التيك توك يعني صار بزنس التيك توك. اوكي اونستلي هيدا فستان الافتر بارتي تبع عرسي يعني. بعد ال 12 غيرت بلبست هيدا الدريس، انه ضليتني لابسه ابيض بس انه تنتبهي انه كثير ستايلش ومريح تترقصي وتنبسطي. غيرت وقتها ولبست اسبادري كمان. حتى القصه كثير والفابرز كثير دارج السنه يعني، بعده دارج. من هيك حبيته هو يكون ذا سنتر. ومن ورا هيدا الموضوع يعني انا هدفي اوصل لكل صبيه شغله، وهيدي الفكره اللي ميزت واي باي ايفا يعني. يعني نحن بالاساس سالتيني عن الكونسبت، هلا واي باي ايفا انا قلت لك ايفا هو اسم بنتي. وقت اول ما جيت تحت الهوا سالتيني شو يعني ايفا، ايفا هو اسم بنتي. نحن بنكتبه بالواي يعني واي في اي، بس انا قصد حطيت واي باي ايفا. ليه؟ غير انه الواي هو اول حرف من اسم بنتي، انا قصدي ليش نقوا واي باي ايفا يعني. واي تشوز اس؟ واي تشوز اس؟ تشوز اس بيكوز اسعارنا كومبيتيتيف. تشوز اس لانه نحن اكثر اسعار افوردبل واحلى كولكشن. وتشوز اس من وراء هذا السبب، السبب هو انه واي باي ايفا خلت كل صبي او ست يكون عندها تشانس يطلع اكسترا مني لها. ما في ولا صبيه الا ما عندها دريس كبته بالخزانه، لبسته مره دفعت حقه كثير وما بقى عم تستعمله. هذا شيء اكسبشنال هون يعني، مفروض يعني انا اول مره بسمع فيها صراحه. اونستلي انه ما في حدا، بتعرفي حدا ما شرى اشترى فستان دفع حقه كثير لبسه مره وهي بالخزانه؟ ما في حدا ما عنده هيدا الكيس. طيب تمام مدام، انا عم بعطيكي الاوبشن انه انت تطلعي اكسترا ماني، جيبي لنا الفستان ونحن منشيكه سوا ومنعينه سوا ونعرض لك اياه فور رنتل، وانت تطلعي اكيد مصاري من وراء هذا الموضوع يعني. مثل انه كل ست بيت عندها فرصه تكون بطريقه معينه اذا بدك سمول بزنس وومن. هي هيك ما عم تستعمله، هيك معلقه وما رح تلبسه من وراء فيسبوك وانستا. ونحن عندنا هيدي المنتاليتي انه اذا لبسنا الشغله ما نرجع نلبسها مره ثانيه، عندنا اياها. امتى طلعت الفكره انه هيك خطرت على بالي؟ ليكي اي ونتد، كثير في محلات لتأجير لبساتين كثير، انا ما اخترعت شيء جديد، بس انا قصد كان بدي شيء ديفرنت.